مشاهدينا في كل مكان، تحية الود والاحترام، أهلا وسهلا بكم في هذا النقل الحي من داخل نادي النيل العالمي، حيث نشهد مهرجان السودان للتذوق. تظاهرة كبيرة لأول مرة في السودان تجمع المهتمين وتجمع جمهور الشعب السوداني. أهلا وسهلا بالجميع، نهاية سنة سعيدة وبداية عام جديد مشرق، نتمناه أن يكون عام خير وبركة على السودان الحبيب. تحيي هذه الأمسية الفنانة ميادة قمر الدين، أهلا وسهلا بالجميع.
نواصل هذا المد الحي على شاشة قناة الشروق. زي ما شايفين حضور لفيف من المهتمين والأسر السودانية حابين نستطلعهم في هذه المساحة، نشوف أمنياتهم للعام الجديد وأمنياتهم للسودان أخضر بإذن الله وعلاقتهم أيضا بالمطبخ السوداني. أهلا وسهلا بالجميع، نتابع مع بعض المحطات الجاية. نحيي قناة الشروق من مهرجان العامر إن شاء الله. معاكم هي مني ميري، مشاركة في مهرجان التسوق والتزوق والتسوق. نحن خبايس هيام اليوم الليلة بتعكس الفعاليات البيت السوداني كاملة، من منظر البيت السوداني بتفاصيله لحد الأكل بتاعنا السوداني. الليلة كان عاملين يوم كامل للعصيدة والملاح، عملنا الكجيك، عملنا النعمية، عملنا التقلية، عملنا اللوبة، وعملنا الروب الأبيض، والحمد لله كان يعني يوم حلو شديد. الناس تفاعلت معانا بصورة ما عادية، حبوا أكلاتنا السودانية، حتى الجاليات جاتنا من برا كانت سعيدة جدا بتذوق طعامنا السوداني يعني الحمد لله. ونحن يعني ناس سريين جدا بطعام جميل جدا، نكهة حلوة، بهارات حلوة، فيه حموضة وفيه طعم السكر، يعني ما شاء الله كان بجد يوم حلو. وأتمنى للناس عام سعيد جديد إن شاء الله، فيه كمية من تتحقق فيه كل أمنياتكم إن شاء الله يا رب العالمين، مليء بالأمن والأمان إن شاء الله. أنا متعود إن أنا أسأل، ما متعود أسأل. أول حاجة أنا حابب أهني الشعب السوداني يا جماعة بحلول العام الجديد، وحاب اهنيه كذلك بعيد الاستقلال المجيد، وانا سعيد جدا بمشاركتي في المهرجان، وان شاء الله يعني اتمنى كذلك يعني انه تكون حاجه يعني اضافه للمهرجان، وربنا ان شاء الله يوفق الجميع ويبلغ المقاصد ان شاء الله. والمهرجان انا صراحه يعني الفكره عجبتني شديد، عشان كده انا لما نايم قلت لهم انا قدام ما عندي مشكله، يعني انا بحب الحاجات اصلا شديد، وموفقين ان شاء الله. فشنا عايز؟ مالك عايز؟ تعال طيب، تعال 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 يا اخي، تعال يا اخي، تعال تعال. اني بعيد الاستغلال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الله اجمعين. احب اهني جميع الشعب السوداني بثورة مستمرة قدام يا اخواننا، عزو الصغير يا لي زول منور يا دوا. يا اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا النهارده انا في السودان معاكم، طبعا في مهرجان تسوق، مبسوطه جدا ان انا معاكم، وطبعا الحفله جميله جدا، مهرجان حلو قوي قوي، في حاجات متنوعه كتير معاكم كل يوم ان شاء الله بفقرات جديده، وان شاء الله سنه سعيده عليكم علينا جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. السلام عليكم، انا فاطمه من البشير. المهرجان الليله كان حلو شديد ما شاء الله، تنظيم وافكار برامج حلوة شديد، يعني أول مرة نشوفها في السودان، وأتمنى ما تكون آخر مرة إن شاء الله. نشوف دائما أفكار وأفكار أحلى، أتمنى في السنة الجديدة نشوف سودان أحسن، ونكون دائما كلنا بخير، الله يخلي لي وليكم كلكم الحاضرين، أهلكم وأحبابكم وأصحابكم، إن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. Thank you.
عصير مانجا خالطينه. أنا غزالي وداعي وبس أهل بدور سيدو وداعي وبس أهل بدور سيدو الغالي عزاب وغالي. مشاهدي الشروق على امتداد الأثير، شكرا لأنكم متواجدين دائما في كل المحافل الجميلة. أنا سعيدة جدا أنه كنت حضور في مهرجان السودان الأول للتذوق، حقيقة شغل جميل، شغل مختلف وجديد على السودان. إن شاء الله مزيد من الإنجازات ومزيد من الانفتاح على العالم في كل التفاصيل بكل الفئات. نرحب بضيوف المهرجان وتحية خاصة لملكة الريق ميادة قمر الدين. حقيقة الفعاليات كانت مدهشة وجميلة واللمة كانت حلوة جدا. كل سنة وانتم طيبين، ده باعتباره رأس سنة جديد وسعيد ومجيد إن شاء الله على البلاد والعباد. شكرا للشروق، خليكم دائما متواجدين في كل مكان حيث تشرق الشمس. تحية للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، واليوم والله يا أخوانا في مهرجان السودان التزوق الأول، ويوم جميل والله، يوم ترفيهي ولقينا فيه كل الأشياء الجميلة، وفي صحوبات وفي جوائز، وأنا مشارك بفقرة الإكيل، وإن شاء الله أنا حكون فائز إن شاء الله من ضمن الفائزين، وحاشيل الجائزة الكبرى. والتحية لكم والتحية لقناة الشرق الفضائية عبركم. السلام عليكم، بهني الشعب السوداني بالعام الجديد، إن شاء الله يكون عام رخاء وعافية لجميع الناس، ويعيشوا الناس في أتم الصحة والعافية. وبهني جميع أهلي بالعام الجديد، وأتمنى لهم موفور الصحة، وكل سنة وأنتم طيبين. يستمر مدنا مشاهدينا من داخل نادي النيل العالمي، حيث نشهد فعاليات مهرجان السودان للتذوق. سعيد في هذه المساحة، نلتقي بالأستاذ عبد الرحمن محمد عثمان المستشار القانوني لنادي النيل العالمي. أهلا وسهلا سعادة المستشار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا الشروق. أهلا وسهلا أدفانس، مرحب بكم في تسوق وتذوق. مبسوطين جدا نكون في ضيافتكم. بداية، رؤيتك العامة ومشاهداتك حول بداية المهرجان وإلى الآن؟ يعني نحن نسعد بوجودكم، نحن نسعد بالشروق، أنتم في داركم، نادي رحب بكم ويرحب بكل الضيوف وكل الزوار، ونحن سعيدين بالبهجة الموجودة.
والمهرجان لفتة كويسة جدا عشان نحن نعكس الثقافة الغذائية السودانية. فرصة كبيرة جدا نحن نسوق لغذائنا ولثقافتنا الغذائية وللطعم السوداني. المهرجان ما بيضم فقط الجمهور السوداني، يعني دي تظاهرة كبيرة جدا للسودان وللإقليم، بدروا كيف الحياة دي مهمة في توطيد العلاقة السودانية. يعني الموضوع بتاع المهرجان متعلق بالطعام، والطعام حاجة مشتركة بين البشر كلهم يعني، فنحن الآن بنعمل ميكس بين كل الثقافات دي عشان نوريهم السودان فيه قدر شنو ثقافة غذائية كويسة، شنو عندنا الأكلات اللي نحن ممكن نسوق لها عالميا، وشنو من الأكلات العالمية اللي بتنفع معنا نحن هنا. فده شيء مشترك بين الناس كلهم، كل الناس عايزين يجربوا اللي عندنا ونحن عايزين نجرب اللي عندهم. يعني خصوصا النشاط الأخير لنادي أنية العالمي على كل المناشط، إلى أي مدى ممكن هو بيكون بمد لتبادل ثقافي سوداني في كافة المجالات؟ المسمى بتاع النادي مختوم بالعالمي، نادي النيل العالمي، فكل مناشطنا في الوقت الحالي صحيح انصبت على السودان، لكن في اتجاهنا لمناشط نستهدف بها كل العناصر الموجودة هنا في الجاليات والسفارات الموجودة أو الأجانب عموما، وبالتأكيد المواطن السوداني كطرف أصيل وشريك للنادي ولكل الفعاليات الموجودة. يعني جميل أنه غير أنه النادي فيه تظاهرات كبيرة جدا ثقافية واجتماعية، الجانب المشرق هو لما كل الأسر السودانية مع بعض، دي الحاجة اللي فقدناها لفترة طويلة من الزمن، فبرضه ده إشراق جديد يعني لعودة الحياة من جديد للأسر السودانية في الترفيه. الخرطوم حقيقة مر عليها زمن عصيب في الفترة الأخيرة، الناس محتاجة إنها ترفي. في كلام كثير يقول لك أنت إذا طلعت الشبعان من بيتكم ما في حتة تتفسح فيها بالخرطوم، فعشان كده نحن عايزين ننقل الناس لمرحلة جديدة، عايزين الناس يرفيوا عن نفسهم، الواحد يلقى مجال يخطى أولاده ويمشي ويستمتع وبزمنهم اللي قضوا معانا هنا. مجتهدين نحن ننوع في التفاصيل اللي يلقوها عندنا، كل مرة بندعم أي فكرة جديدة بتجينا بنحاول نخلق منها مساحة للناس كلهم عشان ينبسطوا. يعني النيل اللي بيجمع الناس كلهم ما فرقوا، من احنا في فترة صعبة يعني خواتيم عام وبداية عام مشرق، أمنيات صادقة للسودان إنه يكون بخير وأمان واستقرار. برضو اللحمة اللي بشوفها هنا في التماسك هي سودان مصغر، السودان ربنا يحفظه، السودان بحمد الله تعالى مرة بأيام عصيبة، مرة بسنين عصيبة، لكن يبقى كما هو، يبقى هو السوداني، يبقى الإنسان السوداني نفس اللي بيجمع بيننا في كل غربة وبيخلينا ننسى كل الفوارق والإحن والمشاكل، نفس اللي ممكن يجمعنا تاني ويوحدنا، وهو أكبر كثير جدا من اللي يفرقنا. نحن في بداية السنة الجديدة بنأمل إن السودان كله ينتقل إلى مرحلة جديدة وسنة سعيدة، وربنا يعم علينا الاستقرار والنجاح، دارين الناس كلهم ينبسطوا، دارين الناس كلهم يبتهجوا، ودي دعوة مننا، ما دعاية ولا إعلان للمهرجان، لكن دعوة للناس إنهم يغيروا جو المهرجان. الميزة فيه إنه الدخول فور فري، يعني مجان لكل الناس، ودي دعوة لكل السودانيين هنا والخرطوم والموجودين في الخرطوم وفي غيرها، كل الأجانب كل الجاليات إنهم يشاركوا المهرجان ويشاركوا فعاليات النادي. النادي إن شاء الله باستمرار حيكون حريص على تقديم مناشط وفعاليات تستصحب فيها كل طبقات وكل فئات المجتمع السوداني. مقدرين جدا أستاذ عبد الرحمن محمد عثمان المستشار القانوني النادي العالمي على حضورك في سهرتنا على شاشة قناة الشروق، كتر خيرك. يعطيكم العافية، وطالما نحن هنا في مهرجان التذوق الواحد لازم يحيي أم الأولاد، يعني لأنها مجتهدة معنا اجتهاد شديد في كل ما يخص ما يليها. شكرا جزيلا للشروق، شكرا لأدفانس، شكرا للمساء الجميل في مساء الخرطوم، حياكم الله. نواصل مدنا الحي من داخل نادي النيل العالمي حيث نشهد فعاليات افتتاح مهرجان السودان للتذوق، أهلا بالجميع. أجرك عليا، أجرك عليا، أجرك عليا، أجرك عليا.
بالرغس المغسى والنورة إلى آخر الضراء
والغريب يكره إلى أهلي شبع الفيل أهلي ناس حرب والغريب يكره إلى أهلي شبع الفيل حرب حرب الغريب يكره إلى أهلي شبع الفيل كيف تفوق النغم بكري عفو الدور إلى أهلي وشوفوا حالهم شوفوا حالهم كيف كل مضيف في البلد وصل الهالي شوف حالهم كيف هيو 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 الهالي شوف حالهم كيف في كل مضيف في البلد وصل السلام عليكم معكم احمد عبد العزيز من مجموعه مامون البرير حابب اتكلم لكم عن البرنامج وعن المهرجان بجد يعني احنا شاركنا بمهرجانات كثيره وما شاء الله المهرجان جاي بفكره جديده وبيركز عن ثقافتنا في الاكل وفي في يعني بيركز عن اكلاتنا الشعبيه وعن حاجاتنا السمحه السودانيه ما لاقيه رواج وما لاقيه يعني الاعلام بشكل كويس. ف والله بشكر اول حاجه شركه ادفانس على التنظيم وعلى الفكره, فكره يعني ما شاء الله جميله جدا وبتمنى لهم التوفيق دائما. ونحن في مجموعه مامون البرير يعني الفكره اول ما جاتنا شركه ادفانس وطرحت لنا الفكره فكانت الفكرة جديدة وفكرة جميلة ويعني إن شاء الله السودان دائما يكون فيه حاجات زي دي حياة تشرف وحياة تفرح وإن شاء الله في السنة الجديدة بتمنى للسودان الازدهار والسلام وإن شاء الله بلدنا يبقى أحسن بلد وبتمنى الاستقرار وربنا يصلح حالنا إن شاء الله. Thank you.
نروح الدولة بنزل معاه وطبلو حرس الوابي شو شو معجبة بيت حلو سميح جذاب لفحته الخاين في الغنية عشان تفهم الرصة خلص دايرة أقول واشرح القصة العبرة في الغنية عشان تفهم الرصة ونسيت البنات ما كلهم القصة والف ليلة وليلة الشعب السوداني بخير وصحة وسلامة ويعود عليكم الأيام بخير بمناسبة رأس السنة الميلادية وكمان بمناسبة أعياد الاستقلال أعياد استقلال السودان. احنا النهاردة طبعا في بادرة من البوادر الجميلة اللي اتمنى ان شاء الله بإذن الله ان احنا نستمر عليها لأعوام وأعوام وهو مهرجان التذوق. السودان يستحق، السودان عنده من الثروات اللي يستحق انه هو يعرض. السودان طبعا احنا دايما بنقول سلة غذاء العالم، وان شاء الله باذن الله تعالى كل الشركات السودانيه وكل المنتجات السودانيه في ازدهار، والمعرض ده والمهرجان ده ينتقل من السودان لكل دول العالم ان شاء الله عشان يعرض المنتجات السودانيه. احنا طبعا النهارده في مهرجان التذوق ما شاء الله شايفين الناس كلها متفاعله، كيف شركات كثيرة شاركت، واتمنى إن شاء الله العام القادم تكون الشركات أكثر بإذن الله تعالى عشان يعرضوا منتجاتهم في مشاركات فنية في مسابقات زي ما احنا شايفين. إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الأسبوع القادم كل الناس كلها تستمتع بالمهرجان. أنا سعيد جدا إن أنا موجود النهاردة في المناسبة دي، ونتمنى زي ما قلت من شوية إن شاء الله بإذن الله تكون حاجة على مستوى الأعوام القادمة، أعوام وأعوام بإذن الله، وكل مرة تكبر لأن السودان يستحق، منتجات السودان تستحق. ربنا سبحانه وتعالى حاب السودان بإمكانيات عالية جدا بالذات في مجال الغذاء. إن شاء الله بإذن الله نستثمر الاستثمار الصحيح، وبإذن الله تعالى تكون سنة حميدة نتبعها إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأعوام القادمة. كل سنة طيبين ويعود عليكم الأيام بخير، وعيد استقلال بإذن الله تعالى للسودان دايما في ازدهار وفي تطور بإذن الله تعالى. كان معكم شيف إبراهيم قناة الشروق، بحيي كل المشاهدين وأهلا وسهلا بكم. أول حاجة نحب نشكر نادي النيل العالمي لأنه أتاح لنا الفرصة أن نشارك في مهرجان التسوق الأول في السودان. نشكر شركة أدفانس المنظمة للمهرجان. أنا اسمي سفيان كنا شركة جيب ورجكت العقارية، إحنا شركة متخصصة في مجال التمليك وتطوير العقاري. حبينا نشارك في المهرجان بتاع التسوق عشان حنلاقي المجتمع وحنلاقي الأسر ونعرفهم على العقار. عارفين انه انك تزورنا العقار حاجه مهمه جدا بالنسبه لاي بني ادم او اي انسان موجود في السودان. انت حتشيله معك تمام. حابين ان شاء الله اخر يوم في واحده من اهدافنا انه اي زول عنده حلم انه يمتلك نظر يلقى الحلم بتاعه بكل سهوله. ونحن بنوفر القطع بطرق مختلفة شديد، عندنا طريق بتاع البيع بالأقساط، عندنا بالكاش، بكل الحاجة اللي يحتاج لها المواطن السوداني بكل سهولة. رؤيتنا إن شاء الله في سنة 2023 من الساعة 4 نتحول من مجال تطوير العقاري اللي هو الامتلاك العقاري الى ان نقدر انه نحن نقدر نملك الناس شقق سكنيه جاهزه. نتمنى ان شاء الله للشعب السوداني انه يعيش حياه جميله مستقرين، واي زول حلمه انه يشتري العقاري او يلقى له ماوى ان شاء الله بتجيب ورجك اكيد انت حتكون عندك العقاري. نتمنى للشعب السوداني انه يعيش حياه جميله. Thank you.
سماحه هنا نجيب صوت يا جميل جدا جدا يعني اليوم انبسطنا شديد وحاجة جميلة جدا روعة شديد ومنظم يعني ما كنا متخيلين انه يكون بهذه الصورة والله حاجة جميلة جدا واتمنى كمان العام الجديد كل سنة وانتم طيبين نتمنى السنة الجديدة 2023 السودان يكون كله بخير والناس كلها مبسوطة ونتمنى لكل الناس المساهمين في هذا المهرجان التقدم والازدهار وشكرا لكم شكرا لكم جزيلا. شاهدينا في كل مكان نواصل هذا المد الحي على شاشة قناة الشروق من داخل نادي النيل العالمي نشهد فعاليات مهرجان السودان للتذوق. سعيد في هذه المساحة اللي يكون برفقتي الأستاذ محمد طيب المدير التنفيذي لمهرجان السودان للتذوق. أهلا وسهلا بك على شاشة الشروق. أهلا وسهلا للإخوة الشروق ومرحب بكم. سعيدين بتواجدكم اليوم. حقيقة والله الواحد في غاية نشوة النجاح لأنه يعني المهرجان كان فكرة تحولت لمجموعة من الفعاليات كانت في ورق تحولت لعقود تحولت للي انتم شايفينه الليلة. فحقيقة كلنا سعادة انه نشوف المهرجان طلع بالصورة خلينا نقول المرضية بالنسبة لنا نتمنى انها تكون مرضية بالنسبة للجمهور والشركات المشاركة. يعني أستاذ محمد يعني غير أن المهرجان تظاهرة كبيرة بحضور الأسر بحضور المجتمع وبرضو الحضور البيوت التجارية دي فرصة إنه الناس تعرف بمنتجاتها منتجات السودانية فلأي مدى هو مهم برضو للتسويق الداخلي والتسويق والشراء من قبل الجمهور. يعني الحقيقة دي كانت واحدة من أهداف المهرجان إنه نوفر بيئة فيها تفاعل مباشر مع الجمهور المستهدف بالنسبة للشركات المشاركة معنا. يعني بنعرف تظاهرات كثيرة في البلد بيكون فيها مجموعة من الشركات لكن ما بكون عندك هذا الجمهور المتخصص جمهور الأسري جمهور السيدات الجمهور المهتم بالصناعات الغذائية المهتم بالمطبخ المهتم بالتفاصيل بتاعته. فافتكر انه احنا وفرنا فرصة مباشرة يمكن لأول مرة في السودان الشركات تلقى البيئة دي من التفاعل
مع الجمهور المباشر زي ما انتم شايفين كل الشركات موجوده والاجنحه يعني الحمد لله فيها زحمه. احنا لما نشوف الزحمه بنكون مبسوطين جدا. الحاجه الاهم من كده انه افتكر الميز مهرجان السودان للتذوق في النسخه الاولى الزخم العالي بتاع الفعاليات. نحن قصدنا انه نخلق نوع من الفعاليات يتفاعلوا فيها الجماهير معهم. يعني مثلا عندنا حاجه اسمها مستر تيستي، ده زول بيكون متواجد في المحل بتاع المهرجان بنعلن عن يعني مواصفاته او بندي تلميحات عنه وفي كود معين بياخده من الفيسبوك. فنحن رابطين الجمهور في الفيسبوك مع الجمهور الارضي مع الجمهور الشركات ببعض الفعاليات الزي دي. عندي حاجه ثانيه اسمها نحن ولا انتو، الجلدليه الطويله بين الاولاد والبنات انه منو الطباخ فينا اكثر. اطعم حلد عزابه شفتها قبل شويه مع النجوم صالحين وجلود لهم التحيه. وافتكر يعني كان نجم المهرجان الشيف نجلاء الشرشابي. يعني هي انا الحقيقه تفاجأت في الدراسات الاوليه قبل ما نختار الشخصيه الرئيسيه بتاعت المهرجان انه عندها جمهور سوداني هنا، فهي بالنسبه لها وجودها في السودان وبين جمهوره ويحصل تفاعل مباشر بيناتهم، افتكر دي كانت اضافه حقيقيه في المهرجان. يعني في بيوت تجاريه لاول مره بالذات في مشاريع شبابيه، قدر كيف ممكن تضيف لهم هذه التجربه، التجربه الحيه في المهرجان ده؟ احنا افتكر انه فاكهه المهرجان كانت في المشاريع الناشئه في الاجنحه في المدخل. المساحات دي بتتوفر مجانا من غير اي رسوم بالنسبه للشركات دي دعما مننا اليوم عشان يقدروا يلاقوا جمهورهم ويعرضوا ويروجوا لنفسهم. وابعد من كده احنا موفرين لهم يعني مجموعه من المحاضرات خلال الايام المقبله، محاضره مختصه بالتسويق، محاضره مختصه بتصنيع الغذاء، محاضره مختصه باستهداف الجمهور بتاعك. فافتكر النوع ده من التظاهرات زي دي انا بوفر معرفه وبوفر آفاق جديدة للمشاريع الناشئة بالذات. أفتكر دي كانت فاكهة المهرجان. الجزئية دي بالذات بشراكة مميزة وذكية مع جروب الإكيل السوداني. فترة طويلة أستاذ محمد إنه الأسرة السودانية ما طلعت والآن هي مجتمعة بأطفالها، إلى أي مدى ممكن نقول إنه المهرجان ساهم إسهام كبير في لم شمل الأسرة السودانية من جديد؟ طيب ده سؤال ممتاز جدا. الحقيقة إحنا واحدة من العقبات اللي واجهتنا في استهداف الشركات آخر السنة. أكيد بنعرف إنه آخر السنة الشركات بتقفل ميزانياتها، ودي كانت عارف إنه مهرجان زي ده محتاج تشغيل ومحتاج مصاريف وميزانيات ما سهلة يعني. لكن إحنا استهدفنا التوقيت ده بالذات لأننا عندي 4 أيام دلوقتي، يوم الافتتاح كانوا امبارح، بنتكلم عن الخميس والجمعة والسبت والأحد إجازة. فدي فرصة كويسة جدا للجمهور إنه يجينا ويستمتع معنا بالفعاليات وبالليالي الغنائية وبالشيف نجلاء. أفتكر الإجازة دي كان توقيت مناسب بالنسبة للجمهور لكن أبدا ما مناسب ماديا لنا إحنا. طيب إحنا في خواتيم السنة وبداية عام مشرق، برضو هذا المهرجان حمل اسم السودان الوطن القارة، فده برضو عبء إضافي عليكم في الفترات القادمة إنكم تحافظوا على السودان بصفته بسودان الوطن والسودان بموروثه. يعني ده ممكن برضو نشوف خطط مستقبلية مشرقة في تطوير المهرجان. أتمنى إنكم تكونوا زرتوا الركن السوداني. إحنا عندنا 3 أركان تابعة لإدارة المهرجان، ما عنده علاقة بالشركات. الركن السوداني زي ما تفضلت ده بتاعنا يعني، فبنحاول نعرض فيه مناطقيا وجغرافيا الأكلات اللي بنتفق فيها اللي بنختلف فيها، يعني عاكسين التنوع ده بصورة كويسة هتشوفوه في الأيام الجاية. عندنا ركن تاني اسمه الركن العالمي، الليلة مشرفين لنا طاقم السفارة المصرية بقيادة سعادة السفير، بنرحب بهم إحنا وسعيدين جدا بزيارتهم. وهتكون الأيام الجاية على مدى الأيام الجاية في أكثر من يوم مخصص لدولة معينة. حاب أشكر كل التيم بتاع المهرجان، حقيقة ده تيم تعب معانا تعب شديد جدا وساهروا الليالي، وفيهم العنصر النسائي قاعد يقعدوا معانا لساعات متواصلة من الليل. لكن حابب أقول لك إنه فعلا مستمتعين، يعني تتخيل إنه أفكار مجموعة من الأفكار وعصف ذهني يتحول لورق لعقود لأرض الواقع اللي أنتم شايفينه. فأنا بوجه صوت شكر لكل أعضاء التيم فردا فردا يعني. بصفتك المدير التنفيذي للمهرجان، والمهرجان يحمل اسم التذوق، تذويق، وهل علاقتك جيدة مع المطبخ يا علي؟ أنا باكل بس، لكن ذويق ممتاز جدا يعني. أنا أتمنى يعني تخلوكم معنا باقي الأيام الجاية دي، وحابة أبشر الناس إنه تحضيراتنا لمهرجان السودان للتذوق النسخة الثانية بدأت من الآن. نديك مساحة أخيرة تهني أسرتك بمناسبة السنة الجديدة وبداية عام مشرق بالنسبة للسودان. طيب حقيقة بداية قبل أسرتي يعني بهني كل الشعب السوداني، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله عيد استقلال مجيد ويعم الأمن والسلام على بلدنا وربنا يصلح حال البلد.
حابي احيي اسرتي الممتده يعني في الولايات المتحده الامريكيه. من هنا بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل اخواني مهند، دعاء، دينا، الوالده، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين وكل الشعب السوداني وانتم بالذات بخير. شكرا استاذ محمد طيب المدير التنفيذي لمهرجان السودان للتزوق، كثر خيرك. نواصل هذا المد من داخل نادي النيل العالمي، نشهد مع بعض فعاليات مهرجان السودان للتذوق، محطات مختلفه في انتظاركم مشاهدينا.
جدا مشاهدينا نختم سهرتنا من داخل نادي النيل العالمي. شهدنا مع بعض فعاليات افتتاح مهرجان السودان للتذوق بحضور عدد كبير جدا من المهتمين وايضا الجمهور السوداني الذواق. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. بدايه عام جديد مشرق عليكم على السودان الوطن القاره، نتمنى نلتقيكم في مساحات اوسع. شكرا لكرم المتابعه، في رعايه الرحيم.